وفي المحترف الثاني حقق دفاع تجنات انتصارا ثمينا لدى استقباله لأمل الأربعاء، حيث حقق أو سجل أشبال منير زغدود هدفين، الأول في الدقيقة 34 عن طريق اللاعب شطاب، في حين بصم اللاعب الصحبي الهدف الثاني لأصحاب الديار عند الدقيقة 93 قبل دقيقتين عن نهاية اللقاء. التغطية لصفيان بوعون. متاسف تشوف على لونسوم تاع المباراه اون ميريت دو ريفوني افيك ان بون ريزولتا في لافان تاع البريمير ميت اون انكيس ان بوت فريمون بات سي اون بال اريتي من لاين ميديان با لونغ ديوال لي جوار ما يربحوش جاري با كومبروند لا كونسونتراسيون تاعهم. الحمد لله يعني ربي وفقنا وين فزنا بالمباراه، ولكن كانت صعبه جدا. كما قلت لك ضد فريق اللي كان منظم في خطوطه وثلاث، يعني واش نقول لك، يعني كانت صعبه بزاف.